حاجات كتيرة يعني بنضيف مثلا الأطفال في المدارس من صغار وكده، وإذا سألت واحد بيت أكتر من مسافة في الشارع بيقول لك لازم أحافظ على الثالث حقنا وكده الجلوبال وورمنج، يعني هم مش صغار بيفهموا كونسبتس بشكل كده. فده كان موتيفيشن عشان الناس تسمع الابلكيشن بروسيس اللي هي اساسا كومبيتيتيف جدا، تكون يعني مشجع، تكون يعني مجتهد. فانا حاقوم اعرض الابلكيشن بروسيس. الابلكيشن بيفتح شهر 5 من كل سنه، والديدلاين اظن يوم 15/6. اوكي، بعد اسبوعين من الديدلاين بيطلعوا شورت ليست، او سوري قبل الشورت ليست بتنزل الدوكيومنتس حق الابلكيشن من الويب سايت حقهم من السفاره اليابانيه للخرطوم، وبتملى الفورمز او بتمشي السفاره تاخذها كهارد كوبي، بتملى الفورمز انه فورمز طويله بتملاها. الحاجات المهمه فيها هي اول حاجه ريسيرش بروبوزل. اوكي، يعني انت لازم تكتب سوليد ريسيرش بروبوزل عن الريسيرش اللي هتعمله هناك. اوكي، فده البرامتر مهم جدا في السلكشن اللي هو ريسيرش بروبوزل. هو طبعا الماستر ما باي ريسيرش، الماستر هو باي كورس. اوكي، لكن هم بيهتموا بالريسيرش شديد، يعني من اول يوم في الماستر حقك انت بتكون قاعد في لابوراتوري، يعني انت بتكون اساينت في لابوراتوري، عندك جهاز وبتمشي اول المحاضرات وتجي راجع تشتغل ريسيرش، يعني مش راجع ريسيرش، يعني ما اعطي سيمستر ولا كده، من البدايه بتكون شغال في ريسيرش. فثاني تطلب الدوكيومنتس فيها وان ريكومنديشن، تو ريكومنديشنز، وان اكاديميك، وان من السوبرفايزر حقك في الشغل، تو ريكومنديشنز. في حاجه مهمه جدا من الموضوع اللي هي البيبرز، يعني اذا عندك ابلكيشنز قبل كده مثلا في كونفرنسز او انترناشونال جورنالز دي بتديك بوش قويه منها، يعني بيطلبوا في الابلكيشن انك تكتب كل البيبرز اللي عملتها وتنشر وين وسجلتهم وبيقعد يتحكى وكده. فاذا في ظل ناوي يكفي من المنحه شهر 5 الجاي، من السنه بقول لهم يشوف السوبرفايزر حقه ويقول لهم انا ركبت بيبر يعمل كومبليكيشن. انا كان عندي 3 كومبليكيشنز، عندي واحده في اي تربل اي كونفرنس، واحده في انترناشونال جورنال، واحده من الدراسات العليا وفي نفس العلم. فدي حاجه مهمه جدا الناس اللي بتاعها. ثاني في ميديكال ريبورت، ثاني ما عملت حاجه جدا. فبيكون تقدم الدوكيومنتس دي للسفاره، وبعد ما يرد اسبوعين بيطلع شورت ليست. شورت ليست اوف كم؟ 12 ل 15 مليون. يعني بس ده هم اللي اختاروا من الناس اللي قدموا كلهم يقدروا. قدموا كم؟ في سنتنا كان قدموا 326. تمام؟ عشان كده الزول يكون حريص انه يكون في الشورت ليست، يعني الابلكيشن يكون يعني عامل بيرفكت للجايد لاينز حقتهم. يكون ما في حاجه ناقصه، اي حاجه نفس التعليمات اللي كتبوها لك في الجايد لاينز فيهم. يعني ظبطوا تمام الابلكيشن. طيب دخلت في الشورت ليست، بعد ذلك كانوا بيدخلوهم امتحان بتاع الانجليزي كتابي. تمام؟ الامتحان ما سهل هاي، يعني في هو اسهل من الايلتس بشويه، زي الايلتس كده لكن اسهل منه بشويه. اتس نوت ان ايزي ورك. الامتحان مطلوب منه انت تجيب من 50 فما فوق، وهو 100. اوكي؟ لكن انت كل ما تجيب اعلى كل ما احسن، لانه درجات بتتجمع، كل ستيب بيجمع درجات. اوكي؟ فالناس اللي بتنجح في الامتحان بتاع الانجليزي بيقوموا بيدخلوا على الانترفيوز، يعني في انترفيوز انديفيديوال 1 تو 1. عادي بيسالوك عن انت يعني دايركت انك مهتم بالكلتشر بتاعت اليابان، وانت يكون عندك موتيفيشن قوي يعني عشان تقدر تستحمل الحياه هناك كده والوحده والكلام ده بس الموضوع ده. فدايركت برضه عندك الريسيرش بروبوزل حقك، يعني تكون عندك بلان لو
ده بتاع الكوتشنج بعد ما تيجي هيفيدك هتولدك كيف والاقتصاد هيتصلح كيف والكلام ده شكله. إذا عندك إجازات عملتها تعالوا برضه أنا فاضل تجيب سامبلز أو صور مثلا إذا عندك شغل عملته في البيت أو كده بروجيكتس أي حاجة شيلها معاك برضه. أوكي طيب في برضه في الامتحان أنا قلت لك في امتحان بتاع لغة يابانية برضه تمام لكن ما ريكومند ما ريكوايرد أوبشنال يعني الناس اللي بيتوا بيشتغلوا الناس اللي ما بيعرفوا ما ايوه هو اللانجوجز ما عندهم ريكويرمنت يعني يمكن عندك ايلتس ولا توفل ولا اي اي ما عندهم ولا حتى يابانيز لانجوجز اوبشنز ما عندهم. اوكي اذا عندك بتكتبوا في الابلكيشن فورم لكن ما عندهم. اوكي طيب بعد ما يعني يقول لك استناء ان شاء الله يطول لك ولك في النهاية بشيلوا كم؟ بشيلوا أربعة بس أربعة أشخاص عندك في المستوى الأخير النهاية بيطلع بس بأربعة طيب من هنا أنت كده بدوك السيرتيفيكيشن اللي أنت أخذت ميكس سكولرشيب بعدين أنت متوسط من ثلاثة أوكي؟ يكون يلا تقدم أقدم دراسة للجامعات بدوك السيرتيفيكيت بوريك أجيب 3 لترز أو أكسبتنس يعني انت دراسي للجامعات اليابانية تبدأ بالهاي الرانكينج العالي اول و دراسي الدكاترة بيشوف اللابات طبعا اهم حاجة انه لك لابوراتوري ريسيرش سيك حقه انت انترست فيه يعني نفس الحاجة حقك ف دراسي للدكتور السوبرفايزر ترسلوه سيرتيفيكيت حق السكولرشيب ويقولوا انا مهتم كده بنعمل ريسيرش كده في اللابوراتوري حقهم عملت كده وسويت كده وبتاع الناس دي طبعا مشغولين جدا اذا ربنا انت بتكون وقت فلازم تكابشر الاتنشن اذا وافق عليك يكون بيكتب لك الليتر اوف اكسبتنس بيرسلك بالبوست وزي ما قلت مطلوب ثلاثه ليترز اوف اكسبتنس تمام جامعات في جامعه طوكيو طوكيو يونيفرستي اوف طوكيو نفسها فدي very competitive okay. لكن ما impossible يعني في واحدة جمعتنا السنة اللي فاتت مشت في الميل حدي يبدأوا في University of Tokyo حاجة very prestigious يعني جامعة في 14 عالميا يبدأ يقبلوا فيها أنا بالنسبة لي قدمت أربع مرات وما University of Tokyo دكاترة وما أنا الحمد لله لقيت لكن من الجامعة الثانية حسب الرانكينج هي طوكيو انستيتيوت اوف تكنولوجي وهي بيقول لغايه في التكنولوجي احسن من يونيفرس اوف طوكيو يمكن ما اعرف هي لانه مجالها بس تكنولوجي يعني برضه لقيت من اوساكا ولقيت من جامعه اسمها ناغويا يونيفرستي تمام فالعمليه دي بتاخد بتدوب فيها حوالي 3 شهور كده فالدكاتره بيطلبوا برضه انترفيوز بسكايب اوكي يعني انت اللي طلب منك انه بيعملوا شيدو الانترفيو وبيسالوك بالسكاي بعد اللي قاعد نفسه مش هيدوك الليتر اوف اكسبتنس اوكي فاذا لقيت الثلاثه ليتر اوف اكسبتنس بتكون تجيهم بالسفاره وبعد ذلك تبدا انترنال بروسس كده لحد شهر واحد او شهر اثنين نفس المرحله دي يعني مستني شهر واحد او شهر اثنين يطلعوا زي فاينل كونفرميشن كده من الوزاره بتاعت الابلكيشن هناك في اليابان هو بيقولوا اجراء روتين كده يعني معظم الناس بيقوم الكونفرميشن اوكي بعد كده يلا بيجي السفر بيكون شهر 4 لو ما كده 4 ده السفر ان شاء الله فبعدك من يوم 4 لحد شهر 10 بتاخد كورس 6 شهور لغه يابانيه فدي يمكن ان يصير في شويه تاخير كده لكن باذن الله يعني 6 شهور كورس بتاع اللغه تكون بس في اللغه العربيه برضو يمكن الادفايزر حاجه بيديك تاسكس كده عشان يقوي الويكنس حاجه يعني في المجال حق الريسيرش اثناء الفتره دي هو طبعا اللغه مو
تكون عائق يعني اللغة الرانية الكورس نفسها هي بالإنجليزي أو يعني في عائق أنت كورس بالإنجليزي أو كورس بالياباني فأنت بيقول لك أنت تحاول تختار الكورس بالإنجليزي تديم الكريدت أورس حاجة كده الكورسز بالإنجليزي عشان صعب جدا إنه تتعلم اللغة في 6 شهور وتيجي تفهم البروفيسور يتكلم مرة قرأت كده والله أنا هقول ما صعب يعني فأنت يعني أحسن حاجة إذا كنت تاخد الكورسات بالإنجليزي تمام؟ تهريج يعني كورسات كافية تخليك تواصل تقريبا المصري حاجة طيب بعد كده في السنة عملت هذا البروسيس في إنترنس إكزامينيشن يعني الليتر أوف أكسبتنس ما كانت الفاينل كونفرميشن تمام؟ يعني ما كان جاي على بيجي بالنهاية دي كانت حاجة للسكولرشيب لكن بتاخد إنترنس إكزامينيشن عشان يا دوب كده يبقوا في الجامعة تمام؟ فالإنترنس إكزامينيشن برضه ما سهل يعني صعب أوكي؟ حتى ممكن يكون باللغة اليابانية طيب نجحت في نجحت في الإنترنس إكزامينيشن بتبدأ يا دوب الماستر حقك مدته سنتين من شهر 10 إذا ما نجحت يدوب فترة بتاع السنتين تعيد فيها الامتحان يعني في فلكسبيليتي معاك ممكن تعيد تاني كده فبعد ذاك بتبدا اقول الاجراء حقتك مدة السنتين الماستر كده طيب انا برضه اتكلم عن البنفيتس حق السكولرشيب انا شايف هي كويسه يعني الفرص اللي عندهم كويسه يعني عندك اول شيء مصدر لاونس يدوب مصدر لاونس حوالي 1500 دولار انت يمكن تصرف منها حوالي 600 دولار في اي شكل عندي واحد صاحبي برضه كان شغال السنه اللي فاتت قال لي انه انت توفر منها مصدر دراسه في كل يوم و هو قال لي يعني 700 بتصرف بس 700 دولار يعني الباقي كله متوفير وكده هو طبعا مو نشأ وسائل بس يعني برضه قال لي مشيت طوكيو بيكون اغلى من كده الحاجة الثانية في البنفيتس بتبقى أول 6 شهور ثم السكن بيكون على وقت، أوكي بعدها أنت بتبدأ السكن يعني. ثاني حاجة مهمة جدا في البنفيتس اللي هي بعد ما انتهينا من الماستر حقك بدوك يعني عندهم مرونة ممكن تمدد للبي اس دي عندهم أوبشن في ده وعشان اللي قال معظم الناس اللي بتخلص الماستر في معاك بيمدد الى بي اتش دي. اوكي؟ يعني انت خلصت الماستر اذا درجاتك كويسه بتقدم الاكستنشن فبدوك سكولرشيب للبي اتش دي اللي هي انكلودنج التيوشن والماستر الاونس وهي حاجه. اذا ما تقدر تواصل مثلا اذا تمشي امريكا ولا كده برضه ممكن اذا تشتغل هناك في الاعلام برضه ممكن في اوبشن زي ده يعني اقول لك ممكن احول لك الفيزا حقك تقدر تشتغل يعني. بس داير اذكر يعني بعض الحياة اللي في اثناء السيرشنج للعبات حقتهم ممكن الناس اللي كانوا فهم طبعا مشغولين بالروبوتكس يمكن اي جامعه فيها لابد من الروبوتكس اذا كان عنده يعني اهتمام بالروبوتكس يعني اليابان از جود اوبشن فور هيم اوكي عندهم امبيد سيستمز يدي الكترونكس عندهم تيم مانفاكشرنج وبعدين بيصنعوا الاي سي اس دي في جامعات يعني النبات حقتهم فيها كلين رومز بيصنعوا فيها البايسيز يعني الناس اللي ما الكتريك انجينيرنج في حياة السودان يطلع من الكترونيه الصغيره دي بيصنعوا جوا الجامعات يعني شوفوا اللي بيصرفوا على الابلكيشن عندهم برضه ريسيرش في حياة زي مثلا فيرشوال رياليتي هي مثلا انه انت تلبس لك نظاره وتكون عايش في عالم ثاني انتراكتنج مع حاجات ثانيه وكده او اوجمنتد رياليتي اللي هي دي انت بتشوف نفسك
كوبي بروسس كده اوجمنتد رياليتي. عندهم كان ويربل تكنولوجيز هيومن برين هيومن كمبيوتر انترفيس او برين كمبيوتر انترفيس. جميع المجالات يعني صعب الزول ما يقدر انترفيس حقه في الدعوات حقه. في دكتور عامل ويل شير بيمشي بتو ويلز. يعني قال قديم عنده مشكله انه لما يطلع حته عاليه في دينجر انه الزول تيجي على وجهه ويل شير. وعامل واحد في تو ويلز بيعمل بونسنج لرابع مكان بونسنج على سيف لاب كده. انت تقعد فيه اونلي تو ويلز لكن بيكون ستيبل جدا. كان حاجات كتير كان نشجع الناس كده وناس عملوا their best وهي very competitive في الموضوع ده. دعواتكم لنا بالتوفيق. ده كل حاجة من الأولى. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.
فهو هو بقى امتحانات الموضوع طقس عيب بيجي على ايه ولذلك انت ممكن تاخد بصمه غلط. انا عارف خيالي انه الوحي بس الحاجه اللي عاملينها اخواتي وبنات والناس انا قلت لهم عليك من الموضوع ده انا الفارض نفسي يعني. ف كون يكون في ناس يوحي ما زال في حاجه اسمها طقس عيب دي انا اعتبر انه قيمه النجاح حاليا في المنطقه العربيه يعني. التخصص والقيمة الكبيرة مع التخصصات يعني في تخصصات احنا صراحة في بلدنا مع كوني انت بتفتش على تخصص نادي عايز تمشي يعني ده بتفتش فيه زول ذراع ويوصل لحد اهدافك انا بقول انه ده سبب منطقي جدا جدا يخليك زول يمشي يعني. احنا قاعدين نقول احنا ما مجددين احنا قاعدين نقول احنا مخلفين ايه يا اخوانا لا من احنا بنعمل شيء ولا نصر شيء ثاني يعني احنا الواقع دائما في جاب بين الواقع اللي قاعد يقول الكلام وانت الواحد نفسه يشوفه يقول لك انا نزل المعاش الكلام وقال له كنت وصلت لمرتين معاه في الجامعه عليهم ولا يقولوا كله. برضه الرسول ده يا شنو؟ ما احنا بنتعلم ليه يا ابونا؟ انا صراحه انا مقتنع انه في 5% عنده الرغبه في التعليم الى التعلم لكن اصلا التعليم ما خلاك انك انت تعمل بوزيشن وتحقق اهدافك الدنيويه. اي صح. كده يعني ما كان حاليا المخصصات يقول لك طالع بي بي اتش دي ولا حاجه زي دي في علم العالم كله بيشاوروا بالبنات لكن هي رايح هنا بدل ما يشيلوا ويدوا ويقولوا له بدل ما يقولوا له يقعد. ايوه صح. ايوه اخواننا هو ده المسؤولية اللي بيعملها انت انت قلت لك ان ناس يعني ما دول المستوى لم يكن غشاش بشكل كلام يعني لم يكن لك انك انت تدخل باي شيء على الظل ده. طبعا هو العالم كله كويس والبطال يعني يقول انا كويس كلهم يعني يقولوا كويسين لكن الكويسين لا يتجاوز عن الصغار على واحد سعيد يقول انت عايز تجيب لي يعني كلهم يقولوا ان احسن ناس وانت طبعا سماعي انت قاعدين تقول لي كلام انا كويس هم قواعد حياه كويس اصلا ما يعني انت مش بتفتش وراهم يعني اسال انا لو جيت السودان وقلت لك السودان ده كويس انت بتقول والله ما هو مضمون يعني انت هتلاقي بس واحد فينا وجرب واحد يعني اسال في زول بيجي يقول امريكا دي ما كويسه ما في زول بيجي يقول امريكا ولا اوروبا ولا كده لكن يا اخوانا في جامعات وفي احسن جامعات في السودان وفي زول المبرج وزول المهتم وزول الدائم يعني وفي زول الفاشل كون انك انت تعمي وتقول والله ما زال كلهم كويسين يا اخوانا لا انا اعتبر انه انت يا اخي انت زول يعني انت ما تفتي انت زول ما في دراسات عليا كون انك انت معك السلطه الدلاله من الفهم والوعي يا اخي يعني انت ماشي فين؟ وكل العالم يفتش انه هو اللي يكسب الناس اليوم يا اخوان احنا والله سوا رهويه احنا سوا عالميه احنا هارد ريكتر بيودونا بتشتغل من الصباح للمساء ولا يقول اه ولا يقول خلوية بعدين والكلام ده هو طبعا نقول انتم عندي اعتبار انت كنت كنت متخيل في زول ده يجي كده ساي دي يا اخوان دي انت لو انا لما مشيت هنا انا كنت قايل انه الموضوع شنو؟ انا بس بخوم يعني بلع يعني ما في يعني هستفيد بس يعني ما بس ما في الحين غلط يا اخوانا اول امر بس اللي عملته الدنيا دي ارض وعرض انا ماشي هناك عشان اشتغل ما اشتغل ما في منحه المنحه دي تجي في اي لحظه اعرف كتار الحين حاليا غير حاليين ومش بعد المنح ومن هو بيكفر الكلام ده يا اخوانا لانه اصلا المؤسسات دي الكل اللي في النهايه اول حاجه بس العيد ده ما بينسوا بالله ما بينسوا مستوى البلد ذاته يعني ناس زي كوريا الجنوبيه زي كابونا والدله والعالم كله العالم الاول ده كله البلد ده مش فيها فرق غير بس العيد دي هل انتوا سمعتوا بانه هسي الكوريين دي عندهم بترول وعندهم معادن ولا حصل في يوم من الايام حصل لهم حاجه ما كانش هو ولا حته ثانيه بتوع البروتاس يعني هنا العلم الاساسي الدمار بيع لانهم اصلا بيدعسوا بميزانياتهم وسمعاتهم و
وتطوير المستندات هذا يعني ما في زول بيختلف فيها يعني. لكن انا اصلا ماشي عشان اساعد. انا ماشي عشان اساعد. الكلام اللي قلت كده خطين. انت بعرفت كده بتاعت اساعد وين؟ ومتين وباقي وشروط. اساعد وين؟ ومتين وشروط. كده انت سالك بتوقع انا مالك انت بعد كده زي زول بيكون بيفتش في شغل وهو ما يعرف شغل. وزي زول بيفتش في شغل وهو شغال. مش فارق بينهم. أزول بفتش في شغل واحد اللي أخواني بيقول له أنت كده بيقول شيء بيقول أنا أصلا ما عندي مشكلة أنا أصلا زول بحب العمل. وزول أصلا شغال قاعد يقول والله أنا يعني لا حسب ما هو يعني حسب ما هو بتاعه زي ما يعني بيناقش ويجي وما يجي كده أنا والله نادي جدا ما يقول له قاعد يناقش يقول له مديني منحة أنا ما سألتها. وليه ما سألتك؟ أنا بقول لك على الشخصية، أنا زول لقيت أخواني راجعين في المطار، وخلوا لقيت إن هم عايشين، لأن أنا عايش في الروس بيقول زي ما قال والله كنا عايشين. ولقيت بروفيسور حنين جدا جدا وأنا بيلعبني لغاية الليلة، لغاية اللحظة دي، أنا بعد كده مسافر بيتعبوا قريب منه ليه؟ لمعز يعني ما بتكلم عن يعني أنا لكن أنا بلاقي المال يعني انا عملت زي فين بصراحه عملت الموضوع ده بانه انا فتشت في الانترنت عشان اي اقول حاجه مفيده للناس. انا عشان انا فتش على جامعه كويسه انا ما فتش على جامعه جامعه في كميه من الناس مش مدرس سودان ده وجابوا شهادات وقالوا لا والله انت جايب لي دكتوراه ولا مدرسه في الجيش السودان مسافر وخارجي او مش دارين واصل الاسعار العليا عامل ماجستير ده فتش على الدكتوراه ولا لا والله معلش اللي بيبقى دور زي اللي هو الاساس لا تشوفوا بيدات دماغ ما تشوفوا صفوف بيرجعون انت لو مثلا على الدماغ بتاع الجامعه دي هي جامعه محترفه ولا الشغل الدولية في جامعات لا اصلا تقدر تعمل ايه فيها ايه؟ انت لازم تقول شنو؟ تقول الزول ده مقبول يعني ما هو طبيعي يعني وفرص العمل اخوانا انا هتكلم بعد شويه عن المشاكل الماديه في كمية من الدول في جامعات ما تسمح اصلا بانه طالب يشتغل هو جاي طالب. انا بفتكر انه كنا كده انت ربنا سبحانه وتعالى اديك فرصه في انك انت تمشي تدرس في نفس الوقت تشتغل الحاجه دي تدعم تدعم علمك ومعرفتك تدعم تجاربك لانه انا عارف شخصيا نزول العالم من البيئه اللي حواليه مقدم ما انه بيتعلم من شنو؟ من استاذه او من شنو؟ من ال من ال الكتب الامان خصوصا انه دي نزلت في الحمد لله الامان فهم عميق يعني ما ما يعني اساسا انت لما تسال تقول تقول والله يا دول الفلانيه امن تقول ليه امن لكن ما امن لبلد انت جيت تحضروا في دول الدائره وتزوروا الدائره في اي مكان وما في اي انت انا بقول لك اذا رجعت للدائره لانه اذا كانت هي موجوده في الريف خلاف انها هي اذا كانت موجوده في مدينه كبيره الجامعه بتاعتك تحت حد الاشياء اللي هي خصوصا الناس اللي بيمشوا باطفالهم في ناس بيحتاجوا يجوا الاولاد للمدارس وغيرها. انا حبيت اجيب كاريكاتيرات وحاجات ما عشان اضحكم وعشان بس اثبت لكم انه انا ما غلطان بس ومصادر غريبه اني اقول لك تحت الخليجيه تحت الخليجيين ما جيت اصلا احنا السودانيين بنحاول نعمل الموضوع باي شكل من الاشكال. احنا قاعدين نعمل نشتغل بمنهجيه الحمد في بطنه. الزول يمشي لحياته كويسه بنقاط الحمد لله والشيء اللي يقول ربنا بيحكي حاجات كده لكن ما الوضع خلاف كده تماما. طيب ليه انا بتكلم عن هذا؟ اخوانا ده لما بنتكلم عن عقيده هذا مش من اللي انا عارف ان في كميه من الناس بتمشي نحو ذات الخارج. لا ده ليه يا زلمه؟ يا رب خايفين شنو؟ كان مصاحب ولا في والله في زلمه بيستطيع انه زاد يكون قاعد مغير امور كده في زاد مغير كده كان قال لي نفسه نفسه يمشي هناك يطول الشعر من بس تسلسل من بس تقعدين ها ويعمل حاجات ثانيه ما تعرف يصير يعني. انت هذا شنو؟ ليه انا عارف هذا ده انا بقوله الهدف ده بيرفع صف الامال والطموح. انت هدفك شنو؟ انت من هدفك بتعمل الاهداف بعدين الاهداف دي دايما بتخلي زول يعيش
فيش اجواء كده يعني حاجه زياده عن اللزوم او يعني دون المستوى. انت هذا ولا ممكن انك انت تحدده بيتم شديد، انت زول ماشي تتعلم ولا ماشي تجيب قروش ولا ماشي تحوم ولا ماشي تفتي الشغل ما عليها الوين بعدين. هنا هو لازم تخطط، ما عليك تخطط للمنحه بتاعتك. يا اخوان المنح موجوده وموجوده بكثره وفي حتات كبيره جدا من الاعراب طلع انه في زول ممكن يقول والله انا داير امشي دوله اسلاميه، ما داير امشي دوله اوروبيه، ما داير امشي دوله فيها اقل اسلام، ما له انت زول ما بتقدر تعرف يعني مشكله وين، انا والله زول داير امشي اعيش في انت ما انا والله امشي اعيش في انت زول ما، لكن في النهايه بيكون في تخطيط. اي واحد بيمشي هناك بيجيب صوت كل انا زاد الا ما 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 صاحب وانا صاحب غير ما اقول لهم لانه نقدر لهم جروب. لكن المراحل دي في النهايه انت حتقول لها ايه ده المرحله بتاع شنو؟ يعني انا عايز انت النشوه الاوليه النشوه يعني دي كده لما تلقى المطار مضيق وتلقى البتاع انا عشان تتجرد الواقع يعني زي اشياء ثانيه انت يعني في بتبقى عليها جدا ولا بس انا ما عرفتش اعمل ما زالت الاصحاب اللي حوالينك يعني ليه لانك انت جاي بامان يعني تسديد مجال الجنه انت ما عرفتش انت متخيلين انت بتقول منحه انت متخيل منحه خلاص انا همشي وحولت في سرير عمره يعني ما عارف معمول شنو وطول العمر كيف ومكيف وعامل كيف وانا بمشي ساعتين ولو ما شايف في المحاضره ما اقدر اشتغل بيه ودنيا كده يعني دنيا جميله يعني لا لا دي صراحه انا صار فيها شغل وفيها سعر وفيها تعب وساعات الدوام تمتد الى مرات ساعه الصباح في كثير من الاحيان تلاقي الناس بتدور في النار ثلاث اربع ايام بدون نوم. ما يجي يقول لكم ما جيت حسب في زول عارف لو قلت له لا يقول لك انا ما
لك نتعامل معهم. في زول بيمشي عبور، في زول بيمشي لعبور، في زول بيمشي ملك، في زول بيمشي يعني أصحاب وجيران أي كده كده صعوبات. أي زول يكون بعدين وأنت بتفتش الحالة ده ولا تستغل كده مش تفتش الحالة دي. الزول ما يديك معلومات زائفة. لكن هو بيحاول يلاقي سبب الدراسة. إخوانا عارف إن الناس كلها مليئة في مشاكلها. حتى ده يساعد الوزارة تكون ده الوزارة تكون أنت كويس. الحالة دي أخوانا الزول يعني ما يستبعد من أفكار. أنت حتكون قلقان، أنت حتكون مضايق، يعني الجو ما يكون دائما جميل يعني. وفي الوقت نفسي يلعب دائما كل يوم من الأحيان استمرارية القروش، استمرارية التخرج، إنك أنت حتتخرج بدين. يا أمور، أنت أمور كلها شيء أخوانا. أمور اللي تعملت بتشكل عليك شوية كده بتاع الإلهام النفسي. الإلهام النفسي ده تعرف إنه يكون زي زول وش أسف معني أول مثال في الكورة مش الفريق يكون أداؤه كويس جدا جدا وهو غالب وأنت عارف إنه فريق معفن عليك على الكلمة. لأنه هو أحسن مبالغة وفي نفس الوقت نفس الفريق ونفس اللاعب وهو معروف تلقى زول أداؤه والله جدا جدا. أنت زادك أداءك مختلف ومتغير يعني. الإنسان ده أنا ما أنا في أي وقت ممكن أبدأ يدري ويقول لي لا أول ما تصل الدولة لا ما أقول ما أبدأ يدري ما أنا ما أصلي على هذا الشيء ولا شنو أقول له أنا كنت أبي صح دي وصفة ودي سمين هذا مو شنو يعني أنا ما أقول ليش حكي يعني ما ليش أنا خلاص أنا ما أدري أنا أتكلم عن كيف بعض هذه بعض الأساس من الدار أتكلم عن عدد التعس يعني شو رأي لا عامل كيف هو ما بيقول ما شنو في مشكلة صعوبة صعوبة أنا أقول صعوبة ليه مني الفهم مختلف إحنا فهمنا ذلك بالعقيدة التعليم والتعلم بالعقيدة مختلف إحنا بنحفظ كويس جدا بنذاكر كويس جدا لكن لما تكون لك ولا أنت إنك أنت تنشر بحث علمي الأمر بيختلف ولا تكون لك ولا أنت لازم تنشر ولا في المدارس الفلاني الأمر بيختلف ولا تكون لك ولا سالم يعني إحنا ذاكر بيختلف إحنا احتياجاتنا ذاكر مختلفة هذا ذلك والله يقول لك هذا ذلك لا لازم يمشي على في البيت واصحى الساعه 3 صباحا لان الجو هادي انت هناك ما انت ما دورت هنا ما دورت عند عكا انت ما دورت في مدرسه جديد هتسافر هنا هتشتغل هنا هتنجز هنا طب انت في ناس هناك تختلف ليه يا اخوانا كثير من الاحيان بتقدر تقول انه الناس زي ما عندهم سيستم مختلف من السيستم اللي احنا متعودين عليه. ليه ما حد يقول لي امشي اسال عن السيستم ده قبل ما هو يمشي؟ يعني انا استعداد اني بابا لو بدات عشان تتخرج قبل بي اتش دي لازم تكتب ثلاثه بدروس علميه منشوره جورنال اس اي انا الاس اي ده ما اعرفش والله العظيم لما مشيت اس اي شنو؟ كل حاجه في اصلا حاجه اسمها بحث علمي انا مشيت انا انصح انك تبحث لكن انا لازم البحث بتاعي يرد من فرد ثلاثه عن حوار مصاري مع هذه العلاقه والموضوع اللي انا قلته ده يعني انا مظن ان انا ايوه زي ما قلت لك انا عايز اقول لك ده السؤال شنو الجديد ده كله ده السؤال ده والله بيعمل ريفيو الريفيو الواحد بياخد سنه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني انت في امور من هنا يعني بعد ما استوعبت انت الحاجه دي انا مشيت واحد من السنين مره ولا مين ولا مين ولا مين حتى انا سواء ما كنت الكلام اللي كنت بعد بيقول لي انا صمت قلت له ما بعد لي اربع سنتين. هناك اخوان العمليه كبيره جدا من الطلاب يكون في الاشراف الاستاذ وكل استاذ عنده طريقه في الاشراف والاشراف يتجاوز بس يعني انت شفت انت مشرف الاداره عنده عليك حق كل الولاء والطاعه وانت تعمل كل شيء انت بتشتغل الشغل بتاع المعمل وبتشتغل الشغل الاداري وبتشتغل الشغل البحثي وبتشتغل الشغل الاكاديمي وبتشتغل الشغل الاجتماعي وممكن تمشي تقطع العشاء انت ذاتك اصلا نفسك مدفونه وبتمشي مع ناس غير متصالح يعني كل شويه ما هي هو غلط ما هو الحياه السبب طبعا يعني شفتها تعرف الناس في ناس بتعتقد انه في مشكله الزمن دي 200 يا الله 200 هل تقدر ترجع الخاطر ده واحد يا جماعه بعد 3 سنوات بعد 5 سنوات اللي لسه قاعد على الحادثه وده بدا السودان تعرس
وخلع الله بينا. والله انا ما اعرف اقول كلام من راسي ولا اتكلم. انا اسمع من الناس. انا كنت اتخيل كل شيء قاعده اداريه ما فيها ولا جنسيات. ليش انت اخذتها من وين؟ يعني والله ما بعرف ولا انجليزي. كثير من الاحيان الناس بيتعاملوا مع مواضيع انها هي راجعه شهادات بس. لكن الغيمة ذاتها ما عندها ما عندها ما عندها شيء. حسب بحول ما تبقى سماعها وذنب خليه ان احنا ليه دائما قاعدين نزعل ان نرفع حسب لان بالنسبه لنا احنا لو بعدين الدكتور جاي المفروض ان نريد ان نقول ان اليابان مع السلامه. الدكتور نقول مع دائما ان من جريد يا اخي انت من عائلته لا ما يمشي يعني. ثلاث دقائق كمل كنت فرضوني معلش شريط عينتي بس كده فعلا المشكلات الاجتماعية الأكل والعبادة واللبس والسكن وتعليم الأطفال والعلاقة بالزملاء كلها مشاكل. يعني لما تقول كل زول هو بني في شنو؟ أنا بني في العالم الصحيح ما هو الأساس بس يوم دائما يا إخوانا ما تتخيل أنت حيكون مش فارغ عن حاجة. فإحنا دائما فهمنا الاستخدام المال مختلف. إحنا بنعطينا أول ما ندي يدوب قروش ما بتاخد الكوينات الموضوع أكل وشراب ونوم بس. أنت بقيت تاكل لكن لا تاكل شنو؟ لا تشرب شنو؟ ولا تقعد تجمع تليفون نص ساعة استخدام للمال ما زي البشر العاديين. إحنا بتمشي بدل تشتري بيتا لا تشتري كده وهو بيشتري شبشب وريدة وخلاص حياته ماشية يعني. لكن أنت لا ورمض الحياة يعني ناس انت هناك يعني بس انا اشتغلت مع ناس بالنسبه لهم قعدت مع البروفيسور بتاعي وكنت بمشي برمض كل واحد بدون حاجه بيقول انت ليه بعد يعني مثلا علشان هو اقوى فيديو خلاص فكل واحد بيقول انت ليه معاهم يعني مثلا انا المفروض البروفيسور اللي هو انا مش مدرعية مش مدرعية بقى. أنا
ما يقول كلام سعيد أسأل والنظر مرة من يسوه ما بتنسيه كل شو موجود لكن إنت ما نفتش وإنت ما بنسأل